طب كم قول الو انت ماليش دعك انا مش قاعد هيتقفش من الو بس على ايه محتاج نتكلم قول الو قول الو الو هي في ايه المشكله قول الو علي صوتك في ايه الو انا بقول لك انت حد بيكلمك حد هيكلمك الو الو مين مين ايه مين ازيك يا خال ازيك يا كابتن حماده ايه عامل ايه ليمو انا كنت متاكد انه ايوه على طول فين ولا ايه لا 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 عيب عامل ايه ليمو اخبارك يا كابتن حماده كابتن حماده لا ما تقولش كده يا عم احنا اخوات ازيك يا كابتن عبد اللطيف ازيك يا خال ازي حضرتك ماشي يا كفيل ازيك يا عبوس اخبارك يا دولي عامل ايه يا حبيبي كله تمام الحمد لله بخير والله كله تمام والله ازاي ما تبقاش موجود معانا واحنا بنحتفل كده انت عرفتوني انا موجود في القاهره وانت عرفتوني انا موجود ده انت على طول انت يا راجل يا راجل ده انت يعني مكانك انت عارف الله يخليك يا دولي الله يخليك وحشنا جدا والف الف مبروك على موسم اكثر من رائع يعني حاجه جميله جدا جدا وحاجه محترمه جدا جدا الحمد لله الله الله يبارك فيك ومبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس اداره ومبروك للناس كلها واللعيبه والجهاز طبعا حاجه الحمد لله قدرنا نفرح بقى جمهورنا والنادي الاهلي كمان يعني الحمد لله يعني كابتن عبو وانت بتتكلم او وكابتن خطيب بيكرم الفريق اهم ما كان او اهم الكلمات اللي اتكلم فيها كان انه كسبته مبروك والف الف مبروك وحاجه حلوه وكل حاجه ولكن اللي جاي دايما صعب تمام هو طبعا الكابتن محمود الخطيب قبل كده في ستارت الدوري السنه اللي فاتت قعد يتكلم معانا برضه وقال لنا انتوا في مكان بعيد في حته ثانيه خالص خساره الدوري ما يعني ما يشغلكمش ان خسرتوا دوري بس اهم حاجه ترجعوا الدوري مكانته ثاني فقال لنا انتوا في حته ثانيه خالص بعيد عن اي حد فلازم تحافظوا على دي ولازم تبقوا عارفين معنى الكلام ده فده حاجه طبعا حاجه قويه جدا وحاجه حافز للفرقه كلها وطبعا الحمد لله يعني ان احنا قدرنا نرجع البطولات تاني للنادي الاهلي وطبعا اللعيبه كانت عارفه الكلام ده والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل حاجه كويسه نوصل للناس ان احنا مكاننا الطبيعي اللي رجع تاني وطبعا يعني باللعيبه كلها مش الجهاز الفني وباللعيبه كلها بمجلس اداره طبعا كلنا كنا مستكفين السنه دي والحمد لله قدرنا ننفذ الكلام ده وقدرنا نفرح الكابتن محمود والجمهور ويعني طبعا ده حاجه ان شاء الله متعودين عليها يعني الحمد لله لسه كابتن حماده كان بيتكلم عليك بيقول ان هو يعني ان انتوا قاعدين مع بعض من هو عنده 14 سنه طلع عيني والله كان بيعمل فيك ايه بقى احكي لنا لا والله كان مش قوي حليم لا هو حماده كان هو طلع يعني صغير كده كان لسه طايش فبقول له انت لسه جاي مغترب فلازم تحافظ على فلوسك لازم تنام بدري لازم انت كان بيصرف فلوسه في ايه؟ انا كنت بحوشها بس كنت بتحوشها له والله كنت واخده فلوس احوشها له حليم يعني انت كنت بتنصحه زي ما عملت معاك انت عملت معاه كده معاك انت انت عبد اللطيف عملت معاه كده حوشت فلوس وعملت معاه كده طب كان بيعمل ايه طب قول لي قول لي كان بيعمل ايه الناس عايزه تسمع احنا على الهوا مش عارفين طب ما بقول لك اركب تاكسي وتعالى او بقول لك هبعت لك عربيه اجيبك يلا بس كده تحت امرك والله لا والله دايما بنبقى سعداء بيك وسعداء بوجودك معانا وسعداء حقيقه بفريق رائع يستحق كل التحيه وكل التقدير واعتقد ان كباتن الفريق بيبقى لهم دور كبير جدا يا كابتن عبو في الفوز بكل هذه البطولات والله يا كابتن اسلام هي اهم حاجه في النادي الكبيره هي حبهم للناس الصغيره حقيقة. اهم حاجه للناس الكبيره ان هي بتبقى خايفه على الفريق وتساعد اللعيبه الصغيره او اللعيبه اللي لسه مش خبره فده حاجه كويسه دي كانت الاهم من ان اللعيب خبره يقول للعيب زميله انك تعمل الصح والغلط اهم حاجه ان هو يكون خايف على الفرقه ويديله التعليمات ويديله يعني يكون خايف عليه اكتر من نفسه فدي الحاجه الوحيده السنه دي اللي الحمد لله عملناها وكنا متفقين كلنا مع بعض ان كله بيلعب وحاجه كويسه ان المدرب لعب الناس كلها وعمل روتيشن كويس للناس كلها يعني الناس كلها في الفرق لعبت ماتشات نهائيات كل الفرق كل ال 14 لعيب لعبوا ماتشات نهائيات دوري نهائيات كاس نهائيات افريقيا نهائيات سوبر كل لعب فدي كانت حاجه كويسه خلت الناس كلها يبقى عندها طموح وعندها اصرار ان هي عارفه ان هي هتلعب واللي هينزل هيعمل اللي عليه فدي كانت حاجه كويسه جدا يعني والحمد لله يعني نتمنى ان شاء الله كده نفرح الجمهور على طول يعني وده احنا خدنا 4 بطولات فدي حاجه صعبه بس الاصعب بقى ان احنا نكمل على كده تحافظ يعني عليه. هو اللعيبه المفروض ان اللعيبه الصغيره اللي خدت ال4 بطولات السنه ديت مش حاجه حلوه ليهم ان هم خدوا 4 بطولات ان هم لازم يحطوا نفسهم في وضع
ان هم خلاص خدوا الاربع بطولات فلازم يكملوا على كده، فدي الصعب اللي هو هيقابلهم، فلازم يكون قد المسؤوليه. ده حاجه من وجهه نظر انا يعني. حقيقي السنه الجايه هتبقى دايما ان انت تصل للقمه بيبقى صعب، ولكن الحفاظ عليه بيبقى صعب جدا، او الحفاظ على القمه طبعًا. بيبقى صعب جدا. طبعا. هو كمان النادي الاهلي طبعا الماتشات كلها الناس كلها عاوزه تكسب، الناس كلها عاوزه تكسب النادي الاهلي، واللعيبه الصغار اللعيبه دي ما فيش لعيبه صغار دلوقتي عندنا يعني، اللعيبه دلوقتي لعبت وكسبت خلاص يعني، لازم يحطوا في دماغهم ان ده حاجه اساسيه عندهم اللي لازم يتعودوا على كده، فان شاء الله باذن الله خير باذن الله يعني. كابتن اسلام يا كابتن مصر انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا، وان شاء الله ان شاء الله اديك رجعت من الاجازه يعني، ان شاء الله بس يعدي العيد وتبقى برضه معانا في حلقه، لانه انا بحبه ده جدا 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 جدا. انا بحب عمرك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك وبشكرك.